حبيت تقول رسالة لمراتك تفاجئها بيها، تقول لها ايه؟ اقول لها انت احسن ست في الدنيا. عيد جوازنا التالت قرب خلاص في نص تمانية، كل سنة وهي طيبة ورب تبقى معايا دايما يعني، وحياتنا تبقى كويسة. كل حاجة في حياتي هي اللي جابت لي الشماعات التلاتة دول. بحبك. والله يا ربنا يخليك ليا وما تحرم منك، ودايما كده سندي وظهري لولادي. بحب اقول لها انه تعلمت منك الصبر على الحياة. احب اقول لها تخلي بالها مني، واحب اسعدها في الايام اللي جايه ان شاء الله، ويكون في مستقبل كويس ما بيني وبينها. بقالنا حوالي 10 سنين متجوزين، فهي صديق يعني، صديق الكفاح معايا امانه، فهي كتر خيرها في كل حاجه عملتها معايا. اقول لها يا رب خليها ليا وتحافظ عليا وحافظ عليها. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، انا حياتي كملت بيكي والله العظيم. ربنا يديها الصحه واشوفها في احسن حال وتحج تاني. ربنا يبارك لك ويطعمك وييسر لك امرك، وانت هديه من ربنا ليا. الله ربنا يبارك حياتنا وتبدلني احسن. طبعا هي حبيبتي ونور عيوني ومراتي وام ولادي، وبوجه لها كل تحياتي وكل حبي ليها. طبعا يا شفت الرسالة المفاجأة بتاعت تخلي بالها منه دي؟ هو مش عارف خايف من ايه بصراحة. خايف ما قالش جملة كويسة عشان لما يروح يبقى سايبها مفتوحة. قالك تخلي بالها مني. لا بس مش مثلا حد قال بعد كده يعني خلي بالها مني وخلي بالي منها يعني ده عمل توازن في الموضوع. هو بالظبط هو مأمن نفسه برضو يعني عمل توازن في الموضوع، لكن التاني قالك تخلي بالها مني، يعني هو ما عندوش رسائل تانية خالص، هي الرسالة موجهة ليها حضرتك، فكده هي كانت مضايقاك في حاجة قبل ما تنزل ولا بس ده طلب يعني، حسيه طلب اكتر منه رساله. الرساله ده الناس اللي قالت كل سنه وانت طيبه، عيد جوازهم قرب يعني. انت قلت هتقول لها ايه؟ اقول قلت ايه في الفصل ولا بلاش؟ ما تقولي عادي. اقول انا. اقول اي اقول انت ايش يعني. انا كانت الرساله بتاعتي انا كل النهارده هنتغدى النهارده بس، يعني دي الرساله بتاعت احمد، يعني اصعب كتير من تخلي بالها منه. ده سؤال سهل جدا. اي حاجه ما فيش اي حاجه، مش احسن لما ارد انا واقول كلمه اي حاجه؟ أيوة. بس هو الحقيقه لا، انا يعني يوم 21 عيد ميلادها، فهي كل سنه وهي طيبه. طيب ماشي، حلوه كده الرساله. حلوه الرساله. احسن من انا مقبوله. رساله مقبوله.